بيئيه اقتصاديه حقيقيه اصابت محافظه بابل نفوق مئات الاطنان من الاسماك في نهر الفرات بقضاء المسيب بمحافظه بابل في العراق شكل اثرا بالغا على ساكني المنطقه والصيادين ما ادى الى تدخل مسؤولين عراقيين على خط الكارثه اسراب الاسماك التي طرحتها الامواج على ضفاف النهر اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانها ظاهره غير طبيعيه وتمثل خساره كبيره في الثروه السمكيه بالمحافظه. الاسباب تبدو مجهوله وقد رجح البعض السبب الى المياه الغير معالجه سواء كانت من المجاري او مياه صناعيه مطروحه من محطات الطاقه الكهربائيه او جراء انخفاض مناسيب المياه في النهر. وزارة الزراعة بدورها ذكرت أن نفوق الأسماك في محافظة بابل بهذه الأعداد الهائلة حصل بسبب مرض مشخص في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو التعفن البكتيري وكذلك قلة الواردات المائية ووجود أقفاص غير مرخصة. هذه الكارثة استوجبت دخول مسؤولين عراقيين على الخط حيث أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن هذه المشكلة مأساة كبرى تطال الثروة السمكية وتنذر بكارثة بيئية خطيرة مشددا على ضرورة تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين. علاوي أضاف أنه لا بد من طمأنة المواطنين بتفسيرات مقنعة عن سبب نفوق ملايين الأسماك في بابل وغياب دور الجهات الرقابية فضلاً عن تعويض المتضررين عنها. من جانبه علق النائب فائق الشيخ علي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر أن كارثة نفوق الأسماك تمت بفعل فاعل. علي أوضح أن القضاء على الثروة السمكية النهرية في العراق ابتداءً من سدة الهندية وكارثة نفوق الأسماك ليس مرضاً ثمانيني كما تبررها وزارة الزراعة بل هو تدمير بفعل فاعل. مشيرا إلى أن الأمر تم باستخدام مواد كيماوية وأن الغاية منه هو تجويع تقوم به دول تريد إذلال العراقيين على حد وصفه وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الأسماك للنفوق في العراق حيث تكبد أهالي قضاء الطارمية شمال بغداد خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات جراء تكرار الأزمة نفسها هناك من <applause>